اوكي، كاينه واحد الظاهره كذلك اسامه لاحظناها خاصه على لو ريزو سوسيال ديال انستغرام، هو نشر وتسريب بزاف ديال لي ستوري ولي فوتو ولي فيديو ديال الاعمال في الوقيته ديال تصوير هاد الاعمال. هادشي كيعطينا بزاف ديال المعلومات وبعض المرات تفاصيل اكثر اللي حنا ما باغينهمش بالضروره. مثلا فوقاش تصور العمل، مع من تصور العمل، شكون المخرج، شكون الاجواء، كيدير الميكين اوف. تقريبا كنعرفوا النهايه، كنعرفوا النهايه ديال المسلسل ولا ديال لاكابسول، وشكون فيها ولا ديتاي ديالها قبل ما تبدا تدوز. اش بان لك انت؟ انا نهضر على العمل ديالنا اللي هو الكولوك، ما كان حتى شي ستوري فيه الديكور او لا اللباس ولا الشخصيات ولا هذا اختيار. اسامه اختيار، كان فعلا كان اختيار، لان يمكن حنا متفقين مع الفكره ديال ان العمل خاص يبقى عنده ذاك عنصر المفاجاه ديالو. ما حطينا حتى شي حاجه، حتى الناس شافوا التيزر وباقي لدابا ما كنحطو تصاور ديال كل حلقه حتى كدوز، باش يبقى واحد العنصر ديال المفاجاه والناس يتبعوا معنا. واش انت اسامه اسمح لي ضد هذه الفكره ولا ماشي مشكل؟ لا ماشي ضد، هي مساله اختيار. كاين اللي كيبغي يدير تيزر العمل ديالو قبل ما يدوز، كيف ما قلت لك هي مساله اختيار، ماشي ضدها وماشي ماشي معاها في نفس الوقت. يعني كاين اللي كيبغي يخلي عنصر التشويق والمفاجاه، وكاين اللي كيبغي انه هذوك لي ستوري يعني يساعدوا على يعني على ترويج ديال العمل. تماما تماما.